السلام عليكم بنات، دايرين لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيتكم بفيديو جديد اللي هو الخبيزه او البقوله. بما انني في العربيه خديتها هي والسلك. المهم انا السلك ما كنعرفوش، راجلي وعقوسي اللي كيعرفوه. هنا خديتها غسلتها ونقيتها مزيان كيف ما كتشاهدوا، نشفتها وقطعتها. هنا راه معاها البنات حتى القزبر ومعدنوس، يعني بكميه زايده. هنا عندي فصيصات ديال الثومه كيف ما كتشاهدوا، كتبغي الثومه مزيان، مي انا غندير غير شويه باش حتى هاد الكميه اللي عندي ماشي بزاف، يعني غير اللي ناكلو صافي ما تبقاش تضيع. ما عارفين دابا الخبيزه هذا هو وقتها، كتجي غزاله ما شاء الله، عايز تكون نقيه وتكونوا عارفينها انها في بلاصه نقيه. اما بالنسبه للشريان لا ما تشريوهاش، حقاش كيقلعوها غير من بلايص مسخين. دابا حنايا هنا في الطريق فاش كنكونوا غاديين للدار، هنايا البيست كاينين بلايص انهم تحيدت منهم الخبيزه، يعني دوك الاولاد كيكونوا صغارين هكا كيدوزوا كيقطعوها وكيديوها وكيبيعوها للناس. ولكن حشومه راها مسخه، وبما راكم عارفين هنايا حشاكم الكلاب وهذه، فما ما ننصحكمش تشريوها من الزنقه الا تشريو مع شي وحده اولا شي واحد يكون معرفه هكا عارفين بانه راها نقيه. هنايا كما كتشاهدوا في صيصات ديال الثومه، عندي هنا الحامض اللي مصير غادي نلوحها هكا. غسلتها غير شويه من الملح حقاش هذاك السيترون فيه الملح بزايد. عندي هنا كاس ديال الماء اولا غراف ديال الماء، بالنسبه كل واحد كيفاش كيدير ليها، كاين اللي كيسلقها كاين اللي كيفورها، يعني على حساب كل واحد وكيفاش كيدير ليها. هي من احسن انك ما تفوريهاش وما تسلقيهاش. غادي نضيف شويه الزيت وغادي نضيف الزيت البلدي من بعد. البلدي غادي نخليها حتى غطيب وعاد غادي نضيف الزيت البلدي. بالنسبه للبنات كيف ما قلت لكم هكا احسن، يعني تشديها ديريها في هذه الطريقه، تكبي عليها الماء ديري ليها التوابل ديالها وتشعلي عليها البوطه، احسن من انك كتسلقيها ولا كتفوريها، كيمشيو منها المنافع كلها ما كتبقى فيها حتى شي حاجه. هنايا عندي التوابل، عندي الكمون، الخرقوم، الملح اللي بزار وسكنجبير والتحميره، غادي نضيفهم حتى هما معاهم مع هاد الخبيزه حقاش انا قلت لكم ما بغيتهاش تطلق، انا بغيت نطيبها كلها بطقه وحده. بالنسبه للبنات اللي كيضيف المطيشه كيف ما كتشاهدوا كيضيف مطيشه، انا ما غنديرش ليها مطيشه، انا غير وريتكم ما غاديش ندير ليها مطيشه، غادي نخليها هكا بلا مطيشه. اللي عنده الزيتون انا كتحمقني مع هذاك الزيتون اللي كيكون مقطع وفيه الهريسه، ولكن انا ما عنديش حقاش في العروبيه ما كاينش هذاك الزيتون. غادي نضيفها غير هكا وصافي. المهم اللي عنده هذاك الزيتون اللي كيكون مقطع وفيه الهريسه كيكون زوين، واللي عنده حتى الهريسه يديرها. انا ما عنديش، هنا العروبيه ما فيها والو وما كاينينش الحوانت حقاش الحوانت بعادين علينا بزاف 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 بزاف، يعني حنا كنجيو هنا غير بالموتور اولا كيجيبنا هكا شي مول طاكسي ولا دوك الطاكسيات البايضين. اما باش ودابا اكثرين كيجيبونا غير هذوك تريبورتو، اما باش نقول لك زعما هنايا كاينين الحوانت ما كاينينش. غادي نشعل على الكوكوت وغنخليها طيب على بوطه، يعني ما مجهده ما ناقصه حتى طيب ان شاء الله، ونشاركها معكم. خليكم معايا البنات. من بعد ما خليت الخبيزه كطيب جيت لهنايا مع راجلي عيط عليا باش نسرح معاه الميكا، باغي يسقي هاد الحواض، هاد سميتو داير فيهم هنايا القرعه ديال الكسكسو، هذيك القرعه الحمراء هادشي نشوف ما كيبانش عاود الشمس. هنايا داير كل هاد البلاصه داير فيها القرعه ديال الكسكسو. دابا غادي يطلق ليها الماء باش غادي يسقي، باغي نوريكم. ها هو التيو اللي كيطلق فيه الماء، دابا هو مشى باش يشعل الموتور وانا خصني نجلس هنا باش نقول ليه واش الماء وصل ولا ما وصلش، يعني واش الماء طلق ولا لا. ها هو التيو، وهادو هما
كيتقب هنا في هذه البلاصه، كيحفر هنا قلت لكم كيتقب، كيحفر هنا وكي كيغرس القرعه ديال الكسكسو هنايا لهي. هذه البلاصه كان حرتها ديك النهار بالمحرات، ودابا هو دار فيها القرعه ديال الكسكسو، واليوم خصو يسقيها. خليكم معايا حتى يطلقوا الماء ان شاء الله. ها هو دابا كيديماري في الموتور، بغيت نوريكم. شوفوا مسكين هذا الرمان، بقى لاصق من العام اللي فات. شوفوا البنات هنايا الطرق صافي مات، ما بقاش فيه نهائيا. شوفوا كيفاش ولا، شفتوا صافي مات لواحد الدرجه ما تصوروش. صافي هذا العام ما كاينش الكرموس، بلاتي نوريكم. شوفوا حال الكرموسه معلقه كي دايره. واخا كيقول لي راسي كيقول لي راجلي ما توصليش لي راه فيه المرض. شوفوا كيفاش كيولي صافي، شفتوا وهداك البخوشه اللي فيه. انت شوفوا كيفاش كتفرقع بالدم. انا بغيت نفهم هي كتاكل كرموس من كيجي الدم. المهم صافي هاد الدرك كله طاح صافي، ما بقيناش نوصلوا ليه. من بعد واقيلا غادي يحيدوه ولا ما عرفش شنو غايديروا ليه. المهم دابا نشوف الماء. كتسمعوا الصوت ديال الموتور، دابا خاص الماء يوصل هنايا، باقي ما وصلش. صراحه العربيه فيها الشقه بصراحه، ما تجيش وتقول لي زعما غنجلس ولا نرتاح، ولا بالعكس غادي خاصك تجي تشقاي تعاوني هكا في اللي تعاون، ديري شحال من حاجه في الصراحه. والله الا راك بحال درت الخبيزه وهبط، قلت غادي عنطل عابنت من الباب. وعيط عليا قال لي اجي تسرحي معايا الميكا وحدي الموتور، فغادي نجلس هنا. اشنو مالكي انتوما بنتي دقتها شوكه؟ مشيش ماما شو، جلسي هنايا. دابا غادي نتسنى. شوفوا هنايا حنا الزيتون، سمعتوا واحد الفلوس اش كيدير هنايا؟ هو شو ها نتوما هاد البلاصه بقى كيف ما قلت لكم، راه حرتها بداك داك اللي كيلصقوا حشاكم في الحمار وكيبقى يحرت به. شتو هنايا، وهادو هما البلايص اللي دار فيهم القرعه. تول هي ها ان شاء الله، الله يصدق العمل يا ربي، وناكلوا قريعة الكسكسو. مرحبا بكم. مع تمان الموتور سكت. دابا البنات غادي نخليكم ان شاء الله حتى يطلق الماء، ونقادو معاه وعاد نطلع باش نشوف الخبيزه واش طابت ان شاء الله، ونشاركها معكم. صراحه هبش زوينه العروبيه بهذا الشيء وهذا المنظر الزوين. ولا اله الا الله. المهم نخليكم. ودابا البنات زقاي بنتي زقاي، هنا هنا بدا الماء جاي، ولكن هذه راها مبرومه خاصها تسرحني شي. خاصها تسرح هكا باش يوصل الماء. واش هاديك متقوبة من تما ولا شنو؟ ما بقى كنتسنى تنسمع يعني الما راه جاي، ولكن ما وصلش. ما تعفطيش فوق بنتي، ما تعفطيش فوق الميكا. انا كنتسنى ها هو جاي. كعزي كعزي غتفزقي. ها هو جا كبير. دابا غيبقى شويه بشويه عاد كيتجهد الموتور. شتي شتي كاسكو. وهنا من بعد ما طلقنا شويه د الماء فالموتور سكت، كيبغي بحال كيبغي يسكت. ها نتوما باش تاكدوا ان علاش خاص واحد يحلي وحده ما بقاش الماء. المهم هذه عمرات شوف بنتي حتى هي بغات تلعب. ها هو دابا مني مشى راجلي وغيرجع الماء بلاتي. ها هو بالزربه شتا، ها هو بدا الماء ثاني جاي. شهيتكم فهاد الميه بارده.
هذه تسقيتها هاد الرمانه. اشنو غدير بهذاك؟ اشنو سميت هذاك؟ مدير. هذاك هذاك هو اللي سميتو المدير، كيبقى يقاد به هنا باش كيبقى يدوز الماء من وحده لوحده 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 حتى انا غنمشي نشوف اخي في الله الخبيز. الله يعاونك، الله يسهل. يلا دابا غنطلع انا وبنتي نخليوه يتقيت اول ما دايز. شفتو هادي وحيدة عمرات، هاديك عمرات، هاديك وحيدة. الله يعاون اخي، الله يعاون. يلا بنتي يلا صافي، دابا غنمشي باش نشوف انا غدايا، نخليه هو يخدم على خاطر بقاش نيت دابا الشمس وبنتي صغيرة ما نخليهاش في الشمس. يلا خليكم معايا ان شاء الله تطيب الخبيزة ونشاركها معاكم، ونقدر نهبط عنده هنا باش نوريكم البلاصة مني غتسقى كاملة. يلا خليكم معايا. دابا البنات من بعد ما طابت الخبيزه ديالي جات على هذا الشكل، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انها تنال اعجابكم. خفيفه وما فيهاش يعني مجهود، كتقاد يعني في وقت قليل. حتى حنا غادي نخليكم غادي نهبط باش نشوف راجلي واش سقى هذيك القرعه، وغادي نخليكم ان شاء الله، خليكم معايا. ودابا ها هما هذوك الحواض اللي خليتهم قبيله يتسقاو. شوفوا دابا حتى لهنا غادي نخليكم البنات، نقول لكم نتمنى من الله انه ينال اعجابكم هذا الفيديو ديال هذا النهار، والى فيديو قادم دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.